نرجع لها كده. اول حاجه عندنا في الكونتنت فيريفيكيشن اند فاليديشن. اول حاجه قلنا الجزء بتاع الفيريفيكيشن ده، يعني احنا بنفيرفاي واحنا ماشيين في البروسيس ذات نفسها، واحنا بنعمل ديزاين او احنا بنجمع الريكويرمنتس او احنا بنعمل الكودنج، بنفيرفاي ان كل فيز بنعملها زي ما هي مطلوبه بالظبط. يعني انا هنا وانا بجمع سيستم ريكويرمنت بعمل الهاي ليفل ديزاين بتاع السوفت وير، ببيرفاي ان ماشي على السيستم ريكويرمنتس، وانا بعمل كودنج ببيرفاي ان ماشي مع الديزاين. فهو بيقول لك ده ستاتيك اناليسيز يعني done without executing a code. انا هنا بس بريفيو اللي انا بعمله ده او بعمل اناليسيز ان انا ماشي مع السبيسيفيكيشن المطلوبه. خلاص ده فيريفيكيشن عشان انشور ان الديفلوبمنت اللي انا بعمله ده فعلا ماشي مع السبيسيفيكيشن بتاعتي. الحاجه الثانيه بقى بنسميها فاليديشن، عايز بقى فاليديت ان الحاجه اللي انا عملتها دي اوريدي هي فعلا بتحقق المطلوب. يعني انا مثلا هلاقي ان انا عندي مرحله للفاليديشن لكل ستيب هنا انا عملتها في اللايف سايكل. فهنا مثلا اليونت ده بيفاليديت ان اللو ليفل ديزاين بتاعي ده اتعمل صح. خلاص يعني هنا بقى الفاليديشن ده بعد ما الحاجه اتعملت عايزين نفاليديت ان هي اتعملت كويس. اليونت تيستنج بفاليديت بي اللو ليفل ديزاين. بعد كده هنا مثلا ابدا اتست على حاجه اكبر على سكيل اكبر شويه، ابدا مثلا اتست كومبوننتس مع بعض خلاص بحيث ان انا افاليديت الهاي ليفل ديزاين بتاعي، او حتى الستيب اللي بعد كده بقى ان انا اتست السيستم بكل الكومبوننتس حته واحده خلاص. فانا هنا كده كاني بفاليديت على ان انا السيستم ريكويرمنتس اللي انا طلبتها فعلا اتحققت. اخر حاجه الاكسبتنس تيستنج، ده اللي بيقوم بيه بقى يوزرز حقيقيين للسيستم او على الاقل سبست من اليوزرز يعني قبل ما انزل السوفت وير لكل اليوزر بيز. تمام، ده الفرق بين الفيريفيكيشن والفاليديشن. عدينا تمام. انواع التستنج بقى عندي هنا مقسمنا التستنج لحاجتين، فانكشنال ونون فانكشنال. طبعا مش كل الانواع دي هتلاقوا لها ديفينيشن لو رجعتوا للسلايدز بتاعت الدكتور، مش كل الانواع دي ديفايند يعني، تلاقي بس ان هو نقى كذا واحد منهم خلاص. فاحنا هنشوفهم يعني بس ما عدا الحاجات اللي هي مش مذكوره دي، المفروض يعني احنا بس علينا ان احنا نبقى عارفين مثلا ان هي تحت النون فانكشنال تيستنج او دول مثلا تحت الفانكشنال تيستنج وبس كده. تمام، فانكشنال تيستنج لنا اول حاجه اليونت تيستنج، ده بيتست يونتس، كل يونت دي كلاسز. لو انا شغال اوبجكت اورينتد مثلا يبقى اليونت بتاعتي هنا هتبقى الكلاس، خلاص تست كل يونت لوحدها. بعد كده عندك انترفيس تيستنج، يعني لو انت عندك كذا موديول او كذا كلاس بيكوميونيكيتوا مع بعض يبقى في انترفيسز ما بينهم، احنا عايزين نتست الانترفيسز دي هي شغاله كويس ولا لا. بس ممكن يبقى مثلا اي بي اي كول، ده يبقى يعتبر انترفيس مثلا. تمام، فاحنا هنا الفوكس ان احنا بنتست انترفيس معين. الانتجريشن تيستنج هنا بقى بنintegrate كذا موديول مع بعض، احنا هنا مش بنركز على انترفيس معين، احنا بس بنركز على الفانكشناليتي اللي جايه من مجموعه من الموديولز. فده انتجريشن تيستنج، بنintegrate كذا موديول مع بعض او كذا يعني. هنا سيستم تيستنج يعني بنتست كل الكومبوننتس اللي جوه السيستم. وصلنا خلاص عملنا انتجريشن تيستنج، عايزين بقى نتست السيستم بكل الكومبوننتس اللي جوه. في هنا ثلاث انواع بقى، حاجه اسمها سموك وسانيتي وريجريشن تيستنج. السموك والسانيتي تيستنج هما الاثنين مرتبطين ببعض ان هما حاجات بتتعمل كزي تيست صغير، ولو التيست الصغير ده نجح نبدا نعمل التيست الكبير، نعمل كل التيست كيسز اللي عندنا. السموك تيستنج ده حاجه بس بنتاكد بيها اللي في السيستم شغاله كويس. خلاص عندنا مثلا سوفت وير بيلد، عملنا سوفت وير معين في مجموعه من الفيتشرز، عايزين بس نتاكد ان البيزك فيتشرز شغاله كويس. ولو السموك تيست ممكن بقى نعمل ديتيلد تيستنج، ممكن نعمل حاجه سيستم تيستنج او اكسبتنس تيستنج. خلاص فهو هدفها ان هي توفر وقت. لو السموك تيستنج ده اوريدي كان في مشكله يبقى الكريتيكال فانكشنز اصلا في السيستم مش شغاله كويس، يبقى انا مش محتاج اكمل واعمل باقي الستبس بتاعت التيست. السانيتي تيستنج نفس الكلام في ان هو تيست سريع برضه بيتعمل قبل ما اكمل باقي التيست، ولكن هو بيتعمل لما يبقى فيه فيتشر جديده او سوفت وير اوريدي ستيبل وكل حاجه الكريتيكال فانكشنز بتاعته شغاله، بس عملت تشينج زودت فيتشر خلاص، يبقى انا ساعتها محتاج اعمل السانيتي تيستنج عشان اتاكد
ان الحاجه اللي انا زودتها دي ما بوظتش فيتشرز تانية، لو ان السيستم لسه يوزبل يعني. الريجريشن تيستنج ده بيتعمل برضو مع التشينج، بس بيبقى اكبر من السانيتي تيستنج. السانيتي تيستنج ده قلنا تيست صغير، لو السانيتي تيستنج ده عدى كان سكسسفول نقدر نبدا في الريجريشن تيستنج. بس هما الاثنين دول بيحصلوا لما يبقى فيه تشينج. بس السانيتي تيستنج ممكن نعتبره جزء من يبقى الهدف. لو احنا عملنا مثلا البروجرام خالص، فعشان كده احنا محتاجين نعمل ريجريشن تيستنج، نتاكد ان الفيتشر الجديده دي او الابديت الجديد ده ما غيرش اي حاجه، وان باقي التست كيسز في كل حته سكسسفول. فهنا الريجريشن تيستنج ممكن يوصل التست كيسز تتست كل حته في السيستم. انما تغير بس اول حاجات اللي ممكن. واخر حاجه البيتا والاكسبتنس، ده بندي السوفت وير لسب سيت من اليوزرز يستخدموه عادي، خلاص يوزرز الحقيقيين للسيستم يعني هيعملوا تيستنج للسيستم عن طريق ان هم يشتغلوا عليه عادي. يبقى دي كده كل الانواع بتاعه الفانكشنال. النون باشمهندس فانكشنال تيستنج بقى، معلش، ممكن سموك تيستنج تاني عشان الصوت قطع عندي؟ ماشي. السموك تيستنج يعني احنا بنتاكد ان السوفت وير الكريتيكال فانكشنز اللي فيه شغاله كويس، بيبقى تيست صغير برضه، مجموعه من التيست كيسز الصغيره بنتاكد بيها انه بيؤدي البيزك فانكشنز بتاعته بشكل كويس. لو السموك تيستنج ده نجح ممكن بعد كده نكمل باقي، نعمل اكزوستيف تيست يعني تيست كل حاجه. السانيتي تيستنج مرتبط بالتشينج، يعني مش هدفي ان انا فيريفاي ان البيزك فانكشنز شغاله، لا انا زودت فانكشن صغيره بس عملت اي ابديت فعايز اتاكد ان الابديت ده او ما اثرش على حاجه تانيه، فبيبقى تيست صغير برضه. اوكي تمام. تمام شكرا. لا طيب نون فانكشنال بقى هنا انواع مختلفه، حاجه زي البرفورمانس، بنشوف البرفورمانس بتاع السوفت وير مثلا سواء من حيث السبيد او ميموري كونسومشن. ستريس تيستنج، ستريس تيستنج ده بنعمل تشغل السوفت وير بس تحت كونديشنز صعب، يعني مثلا ممكن نتست السوفت وير بعدد كبير من الريكوستس، مثلا مجرد نبعت له مثلا نبعت للسيرفر عندنا 100 ريكوست كل ثانيه، واحنا مثلا ممكن تكون الورست كيس مثلا 80 ولا حاجه. فالستريس تيستنج نتاكد ان السوفت وير هيبقى في الورست كيس شغال برضو بطريقه كويسه. السكيورتي تست السكيورتي بتاعت السوفت وير سكيور ولا لا، كومباتيبلتي يعني نشوف السوفت وير كومباتيبل، هو السوفت وير بتاعنا ده هيرن على هاردويرز مختلفه مثلا، على ديفايسز مختلفه، او هيرن على اوبريتنج سيستمز مختلفه، فلازم نتاكد ان هو كومباتيبل. دي تبقى عن طريق بروسيدور، يعني في النهايه ده بروجرام هو اللي بيعمل عمليه الانستليشن، فاحنا عايزين نتاكد ان عمليه الانستليشن دي برضو بتشتغل على كل الاوبريتنج سيستمز ولا لا. احنا بنعمل انستول تيستنج نتاكد من القصه دي. ريكفري تيستنج ده لو حصل فيلير في السوفت وير نشوف هل الريكفري منه سهل ولا لا، يعني مثلا انا عندي سوفت وير زي الوورد مثلا، اجرب مثلا فيلير سيناريو زي مثلا ان انا افصل الكهرباء خالص، فساعتها لازم اتاكد ان هو بيريكفر بطريقه مظبوطه والداتا اللي موجوده دي ما راحتش، يفتح لي اوبشن مثلا ان انا ريكفر الداتا يعمل اوتو سيف كل فتره مثلا. هنا بنجرب مجموعة من الفيلير سيناريو ونشوف هل هو بيركفر منها ولا لا، ولا ممكن مثلا يحصل فيلير سيناريو والداتا تبقى عندي كلها كوربتد في داتا بيز، ساعتها ده مش هيبقى اكسبتبل. هنا بنشوف الريليابيليتي هل هو ريلايبل ولا لا. اليوزابيليتي، اليوزابيليتي دي عادة بتبقى عن طريق يوزرز يعني بيستخدموا السيستم، بنشوف هل هو يوزابل فعلا ولا لا. تمام. طيب الكومبلاينس تيستنج، هل السيستم ده بيكومبلاي لستاندردز معينه ولا لا. احيانا السوفت وير عندنا مثلا في الاورجنايزيشن بيبقى عندنا ستاندرد زي مثلا ان الابلكيشن يبقى ريسبونسيف ايا كانت الديفايس اللي شغال عليه، فده ستاندرد معين احنا عايزين نتاكد ان السوفت وير بيكومبلاي للستاندردز اللي عندنا. تيستنج تايبس، طيب احنا قلنا في البدايه احنا في حاجتين، تيستنج ان ذا سمول وتيستنج ان ذا لارج. خلاص يعني هنا السوفت وير بتاعنا ده ممكن نتست يا اما كومبوننتس معينه فيه او فانكشنز معينه، او ممكن نتست السوفت وير ده
كسيستم كامل مثلا او مجموعه من موديولز انتجريتد مع بعض. فاول حاجه تيستنج ان ذا سمول ده ليه طريقتين، حاجه اسمها الوايت بوكس تيستنج وحاجه اسمها البلاك بوكس تيستنج. طيب الوايت بوكس تيستنج ده احنا بنتست السوفت وير بتاعنا بس بنشوف الكود اللي جوه، يعني بنحاول نبص على الفانكشنز اللي جوه الموديول. خلاص ده معنى الوايت بوكس، ان انا شايف الموديول ده من جوه، على عكس البلاك بوكس ان انا بتعامل مع السوفت وير او الحاجه اللي انا بعمل لها تيست كبلاك بوكس، مجرد بديله انبوت معين بتاكد ان الاوتبوت بتاعي طالع بشكل مظبوط. خلاص انا هنا مش مهتم بقى بالامبلمنتيشن اللي جوه البوكس ده، في النهايه ده بلاك بوكس، انا مجرد بديله انبوت وبشوف الاوتبوت اللي طالع ده هل هو زي ما انا عايز ولا لا، هل هو ده الاكسبكتد اوتبوت ولا لا. تمام. طيب اول حاجه الوايت بوكس، عندنا كذا طريقه ان احنا نعمل وايت بوكس تيستنج. في حاجه منهم اسمها ستيتمنت كفرج، ده لو انا عندي كود بالمنظر ده عايز اجيب تيست كيسز بحيث ان انا اعدي على كل ستيتمنت في الكود على الاقل مره واحده. خلاص هنا مثلا عندي كود بالمنظر ده بيقرا اتنين انبوتس اكس وواي، الاكس اكبر من الزيرو بيعمل حاجه، الاس بيعمل حاجه تانية، وبعد كده في كونديشن تاني مثلا واي اكبر من الزيرو هيعمل حاجه، الاس هيعمل حاجه تانية. تمام. فاحنا هنا عايزين نجيب سيت اوف تيست كيسز بحيث ان احنا نعدي على كل ستيتمنت في الكود مره واحده، يبقى احنا كده على الاقل اتاكدنا لو التست كيسز دي سكسسفول ان كل ستيت شغاله بدون ما يكون فيها مشكله يعني. طيب السيت اوف تيست كيسز دي احنا عاده بنحاول نخليها مينيمال، هو هنا ده كاكزامبل كده جايب اربعه تيست كيسز، لو انا نفذت الاربعه تيست كيسز دول هبقى انا غطيت كل الستيتمنتس، بس الاربعه تيست كيسز دول مش مينيمال، يعني انا مش محتاج اربعه تيست كيسز عشان اكفر كل الستيتمنتس. هنا مثلا اول حاجه مثلا اكس بتساوي 2 وواي بتساوي 3، اكس بتساوي 2 دي هتعدي على انهي ستيتمنت؟ هتعدي على ده، وهاجي هنا انفذ الاف كونديشن، لو الاكس اكبر من الزيرو يبقى اكسكيوت السطر ده، مش هاكسكيوت الالس، هعدي هنا على الاند اف، وهنا انا اخترت الواي ب3 يبقى هاكسكيوت السطر ده وبعد كده الاند اف. خلاص طيب التست كيس اللي بعده اكس بسبب 13 وواي ب51، برضه هعمل نفس الطريقه لان انا برضه هاكسكيوت السطر ده انا اوريدي نفذته، هعمل هعدي على الاف كونديشن اشوف لو الاكس اكبر من الزيرو هلاقي ان الالس هي اللي بتتحقق فابقى نفذت السطر ده، بعد كده الواي ب51 يبقى انا هنفذ الاثنين دول، بعد كده الاند. لاحظ كده كل ده لسه في سطر ما اتنفذش، خلاص هتلاقي التست كيس اللي بعدها برضه بتعدي عليهم كلهم ما عدا السطر ده، يجي في اخر واحده بس هيحط الاي الواي بماينس 1، بحيث ان انا لما اعدي هنا اهو الاقي ان الواي مش اكبر من الزيرو فنفذ السطر ده. يبقى السيت اوف تيست كيسز الاربعه دول هم فعلا بيعملوا ستيتمنت كفرج، ولكن دول مش المينيمال. طيب انا محتاج كام تيست كيس عشان اكفر كل الستيتمنتس؟ محتاج اتنين بس، مره اجرب ان الاكس بوزيتيف ومره اجرب ان الاكس نيجاتيف، ومره ان الواي بوزيتيف ومره ان الواي نيجاتيف. فهنا اهو الاكس نيجاتيف والاكس بوزيتيف، الواي بوزيتيف والواي نيجاتيف، عشان اجرب كل الكيسز اللي عندي، ادخل في الاف وادخل في الالت. هنا مينيمال عشان اعرف احدد المينيمال تيست كيسز او ايه اقل عدد من التيستس، ممكن اعمل زي كنترول فلو جراف، يعني ارقم ده كده، وده اللي احنا هنعمله في كل الاكزامبلز اللي جايه. ابدا ارقم كل لاين اديله رقم، وبعدين اعمل كنترول فلو جراف، انا هنا لو انا بدات من عند رقم واحد هروح فين؟ هروح لاثنين، مفيش اوبشنز تانيه. طيب لو انا عند لاين رقم اثنين يا اما ممكن اروح لثلاثه يا اما ممكن اروح لاربعه، لو انا عند رقم اثنين يا اما اروح لرقم ثلاثه يا اما اروح لرقم اربعه. وطبعا لو انا رحت عند ستيتمنت رقم ثلاثه دخلت في الالف برضه هروح للاند اف. تمام. طيب وبعدين من الاربعه اروح للاف كونديشن اللي هي رقم خمسه. باشمهندس معلش، هو حضرتك بتكتب على سكرين؟ عشان أيوة. مفيش كتابة ظاهرة، هو السكرين ثابتة على ال خلاص ظهرت دلوقتي خلاص. تمام ظاهرة؟
هي ما كانتش، بس الارقام ما كانتش ظاهره، بس هي لسه ظاهره طيب دلوقتي حالا خلاص. كده كده واضحة ولا لا؟ تمام خلاص. طيب خلاص تمام ماشي. هنا في statement رقم 5، يا إما أروح على ال end if على طول، يا إما أروح لل else ال condition اللي أنا عملت عليه check ده فشل وأروح هنا. طيب ما أنا ال control flow graph ده أنا شايف كده من بدايتها إن أنا at least محتاج 2 test cases. ليه محتاج 2 test cases؟ علشان يا إما في النهاية ال test cases أنا أكبر من الزيرو، يا إما لأ. خلاص أنا عايز أكفر كل ال statements، كل ال statements إحنا هنا كل نود في الجراف بتمثل statement، فأنا هدفي إن أنا أعدي على كل نود مرة واحدة على الأقل. يبقى أنا هنا أهو من البداية كده، أول ما بصيت على الكنترول فلو جراف يبقى أنا عارف إن أنا عندي 2 تيست كيسز على الأقل، واحد فيهم الـ X أكبر من الـ Z اللي هيكون بخمسة مثلا، واحد فيهم الـ X أصغر من الـ Zero مثلا زي السالب 2. بعد كده بقى أمسك الاتنين تيست إن الـ X بتساوي 5. خلاص يعني أنا أمشي هنا في البرانش 1 2 4، يعني أعدي على ده وده وده، قدامي هنا 2 أوبشنز، أختار هنا الواي بأي حاجة، وليكن أختارها برضو بحاجة بوزيتيف، إن أنا هنا برضو في النهاية لازم أختار يا إما الواي هتمشيني هنا يا إما هعدي كده على طول. وممكن أختار هنا مثلا إن الواي تعديني على 5 6 7، بحيث ان انا اكفر اكبر عدد من الستيتمنتس بنفس التست كيس. خلاص فايه اللي هيمشيني 5 6 7؟ ان انا ادخل في الالس، فممكن اخلي الواي كده بس. انا كده باول تيست كيس دي عملت كفر لكل النودز ما عدا رقم 3. خلاص في رقم 3 هتختار الاكس بسالب 2 علشان بس ايه تعدي على الالس ده. طيب في هنا بروبلم في الكلام ده، ان هو الستيتمنت كفرج ده مش شرط ان هو يكفر كل حاجه، او مش شرط يعني ان هو حتى لو الستيتمنت كفرج ده نجح ان هو يبقى كده كويس، السوفت وير بتاعي يبقى كويس. لا انا هنا مثلا عندي كود زي ده والاكس بتساوي ماينس 3 هيكفر كل الستيتمنتس، هيعدي هنا على السطر ده السطر ده والسطر ده والسطر ده، يبقى انا كده عديت على كل الستيتمنتس. ولكن في النهايه انا ما جربتش تبقى الاكس بتاعتي بوزيتيف خلاص، فانا هنا جربت كيس واحده بس ونجحت، ده مش معناه ان السوفت وير هيشتغل في كل الكيسز التانيه. عشان كده هو في حاجه تانيه اسمها الافري برانش تيستنج، ان انا مش بس عايز اعدي على كل نود، لا انا عايز اعدي على كل الايدجز اللي في الجراف. فهنا الكود بالمنظر ده كده، اول حاجه لو الاكس لا تساوي زيرو هيعمل حاجه معينه، والس هيعمل حاجه تانيه، وبعد كده اند اف، بعد كده عندي كونديشن على الزد، لو أكبر من الواحد هينفذ حاجة، إلس هينفذ حاجة تانية. طيب برضه الطريقة بتاعته إن إحنا نعمل الكنترول فلو جراف، يعني نرقم كل سطر نديله رقم، بعد كده ترسم الجراف زي الرسمة اللي فاتت بالظبط. بس هنا محتاج بقى أجيب مينيمال تيست كيسز بحيث إن أنا أعدي على كل إيدج أتليست مرة واحدة، أنا هنا مش مهتم بالنودز بقى. نجيب البن. طيب هنا انا هنا شايف برضو ان انا هبدأ من عند statement رقم 1، ويا اما الواي بخمسة، يعني يا اما ادخل في الاف يا اما ادخل في الالس، يبقى انا هنا برضو at least محتاج 2 test cases. test case اجرب ان الاكس بزيرو علشان اعدي على الادج، test case الاكس لا تساوي الزيرو علشان اعدي على الادج ده. يبقى انا برضو من البدايه كده وانا بجيب المينيمال تيست كيسز محتاج ان انا ايه اقول في مره ان الاكس بتساوي الزيرو، وفي مره تانية ان الاكس لا تساوي الزيرو. هل ينفع نعمل حاجه مينيمال اقل من كده؟ هل ينفع كفر كل الايدجز بتست كيس واحده؟ اتليست على الاقل محتاج 2، احاول بقى بالاثنين دول اكفر كل الايدجز الممكنه. ادي اول كيس قلت ان الاكس بزيرو فهكفر الايدج ده هعدي هنا،
بعد كده الايدج ده، خلاص من التلاتة لازم اطلب الاربعة، بعد كده اكفر الايدج ده، اجي هنا هنا ممكن تبقى الزد اكبر من الواحد او الزد اصغر من الواحد، انا ساعتها اختار اصغر من او تساوي الواحد يعني، انا ساعتها اختار برضو الزد فاليو بحيث ان انا مضطر اختار باص من الاثنين في اول تيست كيس، برضو مش هكبر باص من الاثنين، فانا قلت مثلا احط الزد بواحد، يبقى ساعتها هعدي على مين؟ هعدي هنا وهعدي هنا. طيب هنا الكيس بتاعتي ان الاكس لا تساوي الزيرو، في بس حاجة ممكن نحاول نتأكد منها قبل ما نعدي على طول كده على الإيدجز، إن أنا أشوف هنا، أنا هنا بتشيك على الزد وهنا بتشيك على الإكس، هل اختياري للإكس هيغير في الفاليو بتاعة الزد ولا لأ؟ أنا ممكن هنا ألاقي إن لو الإكس بتساوي زيرو إن الزد بتساوي زد ماينس إكس، فالفاليو اللي أنا هتشيك عليها هنا دي هتختلف. خلاص فناخد بالنا إن أنا هنا اخترت فعلا الإكس بزيرو، فالزد بتاعتي هتساوي زد ماينس اكس اللي هي زد ناقص زيرو، فهنا الزد فضلت بنفس القيمه بتاعتها، ولكن لو انا كنت مثلا قلت ان الاكس باي حاجه تانية الاكس كنت هلاقي ان الزد بتاعتي دي بقت نيجاتيف. خلاص فمهم لو انا عندي ايدجز بالمنظر ده ان انا اشوف هل الكونديشنز بتاثر على بعض ولا لا، ما احنا هنا قلنا خلاص الاكس زيرو والزد بواحد يبقى عديت على كل دول. طيب في التست كيس عايز ان الاكس لا تساوي الزيرو، اخترت الاكس باتنين يعني اعدي على البوز ده، وهنا لو الاكس لا تساوي زيرو مش هيحصل حاجه في قيمه الزد، هيغير لي بس في الواي، اعدي هنا واعدي هنا. طيب وبعدين انا اوريدي جربت اخد البرانشز دي، يبقى انا وانا هنا بحط التست كيس بتاعتي اختار الزد بكام؟ لازم اختارها حاجة أكبر من الواحد، بحيث إن أنا بالمرة أعدي على الإيدجز دي. خلاص يبقى أنا كده جيت عملت برانش كفرج بأقل عدد من التست كيسز اللي هما هنا في الكيس دي اتنين بس، لحد هنا تمام. طيب اللي احنا عملناه لحد دلوقتي في الافري برانش تيستنج ان احنا جربنا كل برانش، بس زي الستيتمنت كفرج هل ده برضو فيه مشكله ولا لا؟ يعني انا كده ان انا جربت كل الايدجز اللي موجوده عندي جوه الكود او كل البرانشز المختلفه، هل ده كافي ان احنا نطلع كل الباجز، ولا لو التست كيسز دي عدت اقدر اقول ان كده السوفت وير ده كله هيشتغل بدون اي مشكله، ولا ممكن يحصل مشاكل تانية؟ انا هنا جربت الكيس ان الاكس بتساوي الزيرو، جربتها مع ان الزد في اول تيست كيس يعني جربتها مع ان الزد اصغر من او تساوي الواحد، وجربت الكيس ان الاكس لا تساوي الزيرو جربتها مع ان الزد اكبر من الواحد، بس لو انا كنت جربت الكيس ان الاكس تساوي الزيرو مع ان الزد اكبر من الواحد كانت هتحصل مشكلة. ايه هي؟ ان انا كنت اقول ان الاكس بتساوي الزيرو فاجي هنا اقول زد بتساوي زد على اكس، فهنا بقى في ديفيجن على الزيرو وده ممكن يعمل كراش. خلاص يبقى هنا برضو حتى لو انا غطيت كل البرانشز انا ما جربتش كل الكومباينيشنز الممكنه، فده ستيل برضو ممكن يطلع ايرورز، فعشان كده بقى عندنا نوع تاني من التستنج اللي هو الباس كفرج، ان انا هنا بقى عايز اجرب كل الكومباينيشنز او كل الاحتمالات الممكنه، يعني عايز اجرب الكيس بتاعت اكس بتساوي زيرو مع الزد اكبر من الواحد والزد اصغر من الواحد، نفس الكلام عايز اجرب الاكس لا تساوي الزيرو مع الزد اكبر من الواحد والزد اصغر من او تساوي الواحد، ده انا هنا كده جربت كل الكومباينيشنز الممكنه. طيب ممكن الحاجه دي تتعمل بالنظر كده، يعني الاقي مثلا انا محتاج اربع تيست كيسز على اساس ان هنا مثلا الاكس تساوي الزيرو تتجرب مرتين، وان الاكس لا تساوي الزيرو هتتجرب مرتين، مره مع الزد اكبر من الواحد ومره الزد اصغر من الواحد، او ممكن نعمل زي تري صغير. انا مش عارف الكتابه باينه ولا في ديلي، يعني بكتب الحاجه وبيظهر بعديها بشويه.
هل في ديلي عند حد؟ يعني هو دلوقتي مثلا برسم ال 3 هو بيطلع، بس ساعات احيانا بيبقى صوتك يقلب روبوتك شوية عشان النت تقريبا فيه بيعلق شوية، بس اوفرول شغال يعني. طيب ماشي، ستوب ثانية واحدة كده، نجرب حاجة. طيب يعني أنا مش عارف كده بقى أفضل ولا لأ، بس يعني قفلت الواي فاي من أجهزة تانية فهنشوف كده. طيب هنا أول حاجة قلت ممكن أرسم زي تري، خلاص أقول إن أنا هنا في انيشيالي كده، أنا عندي احتمالين، يا إما الإكس بتساوي الزيرو وأنا بادئ من عند أول نود كده، يا إما ألاقي الإكس بتساوي الزيرو يا إما الإكس مش بتساوي الزيرو، صح؟ بحط اتنين برانشز كده. طيب لو أنا اخترت الباص إن الإكس بتساوي الزيرو هيبقى قدامي ايه؟ هيبقى قدامي احتمال ان الاكس تساوي الزيرو والزد اكبر من الواحد، او ان الاكس تساوي الزيرو والزد تبقى اصغر من الواحد. بس نفس الكلام هنا برضه، لاقي قدامي احتمالين، لو الاكس لا تساوي الزيرو، لو انا اخترت الباص ده لاقي برضه يا اما هجربها مع ان الزد اكبر من الواحد، يا اما الزد اصغر من او تساوي الواحد. تمام، يبقى انا كده هم الرسمه دي، او مش بص 1 2 3 4 خلاص، فجبت 4 تيست كيسز بحيث ان انا اكفر كل الاحتمالات دي. او هتلاقي اول تيست كيس الاكس بتساوي 0 والزد اكبر او الزد اصغر من او تساوي الواحد، خلاص فعملت كفر لده. وهنا عندي تيست كيس تانية الاكس بتساوي 0 والزد بتساوي الاثنين، يعني عملت كفر للاحتمال ده. تيست كيسز دول مع الاكس بتساوي الاثنين اللي هي ايه؟ نوت ايكوال 0 يعني. خلاص هجربها برضو مرة مع الزد أكبر من الواحد ومرة مع الزد أصغر من أو تساوي الواحد. فبقى أنا كده جربت كل حاجة. في حد هنا كده عنده مشكلة هنا؟ عملت 4 تيست كيسز بالمنظر ده، ورعيت برضو الحتة اللي أنا قلت عنها، إن أنا وأنا بختار قيمة للزد عايز أتأكد إن لو الإكس مش بتساوي الزيرو أبقى عامل حسابي إن الزد هتنقص من قيمتها شوية. خلاص عشان كده انا هنا مثلا اخترت اكس 2 وزد، فالنتيجه هنا ان انا همشي في انه بص في اول تيست، في التيست كيس دي همشي مع انه بص، همشي كده اهو الاكس تساوي الاثنين، والزد لما اجي هنا اهو في الديسيشن، في الديسيشن هنا هلاقي ان الزد نقصت، بقت زد ناقص اكس يعني بقت 3، يعني همشي هنا خلاص. في حين ان انا في التيست كيس دي الاكس ب 2 يعني برضو اكس لا تساوي 0 فهمشي هنا، بس هاجي وانا هنا وانا بتشيك ان الاقي الزد القيمه بتاعتها بكام، وانا هنا هلاقي القيمه بتاعتها بزيرو، ان انا هنا بدي ب 2 و2 ناقص 2 بزيرو، فالاقي ان انا همشي في الباص ده. يبقى انا فعلا كده كل تيست كيس انا جبتها هنا مشيتني في كل الباص، يعني كل تيست كيس مشيتني في باص مختلف، انا كده عملت باص كفرنج. واضح الكلام لحد هنا؟ احنا عادة الجزء ده بس ما بنبصش عليه غير بس يعني قبل ما ابدا في البروبلم ببدا بس ابص، انا هنا بتشيك في البرانش ده بتشيك على الاكس، وفي البرانش ده بتشيك على الزد، فهل التشيك بتاع الزد ده يتاثر باي حاجه حصلت دي ولا لا؟ لو اي بقى اخد بالي وانا بحط التست كيسز ان انا احط فاليوز بتحشيني في الباص. تمام لحد هنا؟ هو يبقى لست عليها اكزامبلز في الشيت اكبر من كده شويه. طيب احيانا في السؤال بيقول لي طلع لي الانفيزبل باصز، يعني بعد ما ترسم الكنترول فلو جراف ممكن تلاقي ان في باص مفيش اي تيست كيس تخليك تمشي فيه. زي ايه مثلا؟ انا عندي كود كده بتشيك هنا مثلا على الاكس، لو الاكس اكبر من الاثنين
هعمل حاجه بعد كده بعد ما اخلص الاف كونديشن ده الاقي عندي برانش تاني او كونديشن تاني، لو الاكس بتساوي الزيرو اعمل حاجه. فهل في تيست كيس تقدر تمشيني على الباص ده كده؟ هل ينفع؟ اكيد في اي تيست كيس هتختارها يا اما الاكس لو هي اكبر من الاثنين يبقى اكيد مش هتساوي زيرو، ولو هي بتساوي زيرو يبقى اكيد مش هتبقى اكبر من الاثنين، فده بنسميه انفيزابل باص. يعني ما ينفعش اي تيست كيس انت تجيبها تخليك تكسرسايز الباص ده. فلما يقول لك طلع لي انفيزابل باصز برضه هتعمل ايه عشان تطلع الانفيزابل باصز؟ حتى لو هي هنا يعني اوبفيوس وحاجه كده بالنظر، هنعملها ازاي؟ هتعمل تري بورد خلاص، اللي هو هتقول ان انا هنا عندي احتمال ان الاكس اكبر من الاثنين واحتمال ان الاكس اصغر من او تساوي الاثنين. طيب لو انا اخترت الاحتمال الاكس اكبر من الاثنين هلاقي عندي التو برانشز، ان الاكس بتساوي الصفر او الاكس لا تساوي الصفر، وهنا نفس الكلام برضه. لو انا اخترت ان الاكس اصغر من او تساوي الاثنين معاها اتنين برانشز، ان الاكس بتساوي صفر واكس لا تساوي الصفر. دي كل الباصز الممكنة. ابدأ بقى اطلع الانفيزابل ازاي؟ ابدأ اشوف كل باص هل فيه كونتراديكشن ولا لا. هتلاقي الباص ده فيه اكس اكبر من الاثنين والاكس بتساوي الزيرو، ابدأ اشوف هل في اي اكس تقدر تحقق لي ان هي بتساوي الزيرو واكبر من الاثنين؟ اكيد لا. طب الاكس اكبر من الاثنين والاكس نوت ايكوال زيرو، عادي الخمسه مثلا اكبر من الاثنين ومش بتساوي الزيرو، يبقى ده فيزابل باص، يعني في تيست كيس تكسرسايز الباص ده. هنا مثلا الاكس اصغر من الاثنين وبتساوي الزيرو، هل في اي اكس تحقق الكلام ده؟ اه ان الاكس تساوي الزيرو، دي هتحقق لي الاثنين كونديشنز. يبقى الباص هنا الاكس اصغر من الاثنين والاكس لا تساوي الزيرو، هل ده ينفع يتحقق؟ زي مثلا اه زي ماينس واحد مثلا، ماينس واحد مش زيرو واصغر من الاثنين. يبقى انا في النهايه جربت كل البار بريدكشن ما عمروش هيتحقق، انا عندي انفيزابل باص واحد. فايند بي مجموعه من النودز، يعني انا عشان اكتب له الباص اقول له كده 1 2 3 4 5 6 7 اللي هم دول 1 2 3 4 5 6 7 كل النودز اللي انا بعدي عليها خلاص. ده كده الوايت بوكس تيستنج، ان احنا بنبص على الكود او بنعمل تيست كيسز بيزد على ان احنا شايفين الكود او الاستراكشر بتاع ده. كان ايه الوايت بوكس؟ البلاك بوكس زي ما قلنا ان انا عندي هنا اهو الكلاس او البروسيدور او الفانكشن هتعامل معاها ان هي حاجه بدلها انبوت بشوف الاوتبوت اللي طالع منها، لو الاوتبوت اللي طالع منها ده مظبوط يبقى تمام. يبقى انا هنا بفورميليت التيست كيسز بيزد على ان انا عارف السيرفيس اللي البوكس ده خلاص انا عارف ان البوكس ده لو اديت له انبوت اكس هيطلع منه اكسبكتد اوتبوت واي، يبقى فورميليتد تيست كيسز بيزد على كده مش بيزد بقى على الكود جواه عامل ازاي. خلاص فهنا بيقول لك ايه جيفن وات بوكس از سبوز تو دو، يعني انت هنا بتبص على الوات مش الهاو، تبقى عارف يعني ان البوكس ده بيعمل ايه، يعني تبقى فاهم ان كل انبوت ليه اكسبكتد اوتبوت، وبتعمل بقى بتكسكيوت التيست وتاسس ان الريزلتس دي فعلا طالعه زي ما هي اكسبكتد ولا لا. فهنا بيقول لك ان التيست كيسز بتاعتنا بنعملها without knowing ايه في البلاك بوكس، يعني without knowing programming paradigm، يعني احنا مش فارق معانا اللي جوه ده بقى هل هو او او بي ولا functional ولا structural، الكود structure من جوه مثلا modularity وال inheritance والحاجات دي كلها مالناش دعوه بيها، احنا في النهايه عندنا بلاك بوكس بيقدم لنا سيرفيس معينه وخلاص، او بدي له input بيديني output معين خلاص، على عكس بقى الوايت بوكس انت دخلنا جوه الكود وشفنا البرانشز والبوسز وكده. تمام لحد هنا؟ ده كله كان تيستنج ان ذا سمول. ده بقى تيستنج ان ذا لارج، نبدا نتيست كومبوننتس اكبر شويه من السيستم. خلاص عندنا هنا اربع مراحل، يعني الموديول تيستنج، الموديول ده المفروض هيتحط جوه انفايرمنت معين، يعني في النهايه الموديول اللي انا بعمل له ديفلوبمنت ده في النهايه هيتحط مع موديولز كتيره مختلفه صح، فانا في النهايه عايز اعمل له زي انفايرمنت ضامي كده اقدر اتست فيها الموديول ده. انتجريشن تيستنج يعني ابدا اشغل بقى اجيب بقى عندي اكشوال موديولز عملت لها عملت لكل واحد منهم ديفلوبمنت وعايز بقى
انتجريت الموديولز دي مع بعض وشوف الانترفيسز ما بينهم شغاله كويس ولا لا. سيستم تيستنج ده للسيستم بالكامل يعني كل الموديولز بقى. خلاص احنا هنشوف ان الانتجريشن ده هنعمله ستيب باي ستيب لحد ما نوصل ان احنا نبقى عملنا تيست للسيستم بالكامل بكل الكومبوننتس. واخر حاجه الاكسبتنس تيستنج دي قلنا مرتبطه باليوزر اكتر، يعني في النهايه احنا ممكن حتى لو بنعمل حاجه زي البيتا تيستنج ونريليز بقى السوفت وير لمجموعه من اليوزرز يجربوا السوفت وير ده ويشوفوا هل هو فعلا بيحقق المطلوب ولا في مشاكل معينه يعملوا لها ريبورت يعني. طيب اول حاجه الموديول تيستنج، زي ما قلنا احنا عايزين نكريت انفايرمنت علشان نتست الموديول. الطبيعي ان اي موديول بيبقى علشان يؤدي الحاجه اللي هو بيعملها ممكن يكون بيحتاج داتا معينه، ليكن مثلا في موديول تاني بينده وبيبعت له داتا، واكيد برضو الموديول ده ممكن هو نفسه يحتاج يكون موديول تاني ياخد منه او يبعت له فاليو. خلاص فاحنا دلوقتي مهتمين ان احنا نعمل تيستنج للموديول ده اللي هو ايه مثلا. خلاص وباقي الموديولز دي مش شرط انها تكون جاهزه، فالموديول اللي هو هيعمل لنا كول احنا ممكن نريبليسه بحاجه اسمها درايفر. الدرايفر ده قد يكون في الحقيقه موديول كبير جواه فانكشنز كتير، بس في واحده من الستيبس ان هو بينده الايه ده الدرايفر ده الموديول اللي هو كان المفروض تمام. طيب لو الايه ده هو بيكون في موديول تاني برضه هنعمل له حاجه كده ضامي نسميها الستوب. ممكن يكون مثلا ده بينده في النهايه دول الموديول بشكل ضامي كده. ممكن تبقى يبقى في الحقيقه بقى جوه السيستم بتاعي يبقى عباره عن موديولز، بس الموديولز دي يبقى فيها ديتيلز كتير، انا بس عايز اتست موديول ايه ده. باقي الموديولز مش شرط انها تكون جاهزه أو لسه ما خلصتش، بستخدم درايفر بس. يبقى الدرايفر ده الكود اللي هو بينده البروسيدور بتاعه بينده الموديول بتاعي، والستوب ده اللي انا بعمل له كول. تمام ده الموديول تيست. باشمهندس معلش هو الصوت قطع شوية من بعد الجزء اللي هو بعد ما وصلنا الدرايفر على طول، يعني الدرايفر ده بيعمل ايه بالظبط معلش تاني؟ بيعمل يعني في النهايه الاي دي ممكن تتنده في المين مثلا او جوه موديول تاني كبير. الموديول الكبير ده جواه فانكشنز كتيره بس هو مش جاهز، فانا بعمل حاجه مجرد بس فيها الجزء اللي بينده ايه او بينده الموديول اللي انا بعمل له تيست ده هو الدرايفر. خلاص اشتغل تمام. والستاب ده العكس، ده حاجه انا بعمل لها كول، وليكن مثلا موديول معين بيقدم لي فاريبل مثلا هحتاجه وانا باكسكيوت. خلاص فبرضه الموديول ده مش شرط يكون جاهز، فانا بس ممكن اعمل حاجه ضامي كده فيها فانكشن معينه انا محتاجها او ايه محتاجها بحيث ان هو ايه يرجع له الفاليو اللي هو عايزها ويكمل إيه. فانا كده قدرت اتست ايه ده على بعضه. خلاص وسط الانفايرمنت اكيد مش دي الانفايرمنت الحقيقيه ولكن انا بسيميوليتها يعني. خلاص انا هنا الهدف ان انا بتست موديول معين مش كل الموديول. طيب في بقى حاجة تانية اسمها انتجريشن تيستنج، ان انا بقى عندي موديولز كذا موديول خلصتهم عملت لهم كودنج وعايز اعمل لهم تيست مع بعض. ففي نوعين، حاجة اسمها البيج بانج ده عبارة عن ان هو نعمل ناخد كل موديول لوحده ونعمل له تيستنج مثلا حاجة بالطريقة دي، نعمل ستارز درايفرز انا عندي كل موديول عملت له تيست اتأكدت ان كل موديول شغال لوحده وبعد كده احطهم بقى كلهم مع بعض مرة واحدة بس اتأكدت ان كل واحد لوحده كده شغال احطهم كلهم في السيستم مرة واحدة ده نسميه بيج بانج تيست. بيج بانج تيست طبعا ممكن يحصل لو حصل ايرور فانا مش هبقى عارف هو من انه ما بين انه موديولز بالظبط، لان في النهاية وصل كل الموديولز ببعض والسيستم شغال فلو حصل في اي ايرور انا مش هبقى عارف هو جاي منين بالظبط. عشان كده احنا مش بنستخدم بيج بانج تيست. في بقى الطريقة التانية اللي هي انكريمنتال دي، ان انا مثلا وليكن ان انا عندي مثلا موديول ستراكشر بالمنظر ده مثلا اي منظر بالمنظر، عندي مجموعه من الموديولز والموديولز دي بتستخدم بعض يعني. خلاص الانكريمنتال تيستنج بيعمل ايه؟ بيديفلوب ويتست بشكل انكريمنتال، يعني وليكن انا هبدا مثلا
ابدا بالموديول ده اعمل له امبلمنتيشن واخلصه، والاقي ان انا عشان اعمل له تيست محتاج الموديول ده، فديفلوب برضه الموديول ده وتيست دول مع بعض. تمام، بعد كده مثلا لو التيست ده شغال ممكن اعمل الموديول ده خلاص، أو ممكن حتى ابدا بوتوم اب، يعني ابدا مثلا انا اعمل الاثنين موديولز دول وبعد كده اتست مع الراجل خلاص. مثلا خلاص اتاكدت مثلا ان السب سيستم ده شغال بشكل كويس، ابدا بقى اعمل مثلا الراجل ده وهكذا. فهو بشكل انكريمنتال كل موديول اخلص ابدا اجربه مع الموديولز اللي ريليتد بيه لحد ما اخلص السيستم تكنيكال تيست، على احسن ان انا اخلص كل موديول واعمل له تيستنج بشكل انديفيدوال وبعدين احط كل حاجه في نفس احط كل حاجه في السيستم بقى واجربها مره. هنا كمان في بوينت هنا هو بيقول لك reduce needs for stops and drivers. انا هنا في البيج بانج لما عملت تيست لكل انديفيدوال موديول، انا عشان كل موديول لوحده عشان انا محتاج اعمل له الانفايرمنت بتاعته، يعني محتاج اخد الموديول ده واعمل له ستوبس ودرايفر، اخد مثلا الموديول التاني واعمل ستوب ودرايفر خلاص. انما هنا مثلا في الانكريمنتال تيستنج لو انا مثلا جاي تيست ده وانا اوريدي كنت خلصت الاثنين دول، كنت عملت تيستنج للاثنين دول، يعني قللت احتياجي للستوبس، مش محتاج اعمل ستوبس للموديول ده، الموديول ده اوريدي عنده الاثنين موديولز اللي هو بيعمل لهم كول اوريدي جاهزين وديفلوبد خلاص، فانا هنا ما احتاجتش ان انا اعمل ستوبس ليه، ممكن بس احتاج ان انا اعمل له درايفر عشان اجرب اعمل له ران، فانا هنا قللت احتياجي للستوبس والدرايفرز عن طريق ان انا امشي بشكل انكريمنتال خلاص. تمام الجزء بتاع الانتجريشن ده. طيب عندنا طبعا احنا قلنا بعد كده بعد الموديول الانتجريشن في سيستم واكسبتنس تيستنج زي ما قلنا، سيستم ان انا خلاص انا وصلت انا تيست كل حاجه، والاكسبتنس ده اللي هو زي مثلا كاكزامبل عليه البيتا تيستنج، ان انا مثلا بشوف بقى هل اليوزر هيأكسبت السوفت وير ده ولا لا، ده كده ايه التستنج انصدمش. بعد كده بقى عندنا الجزء بتاع الاوبجكت اورينتد تيستنج، هو مش مختلف قوي عن اللي فات، في يعني حاجات سبيشال برضو. يعني احنا نقدر هنا نابلاي البلاك بوكس والوايت بوكس تكنيكس على اي حاجه اوبجكت اورينت. البلاك بوكس تيستنج مثلا هيبقى عباره عن ايه؟ ان انا تيست البابليك انترفيس بتاع الكلاس، يعني الكلاس بتاعي ده في بابليك ميثودز او بابليك انترفيسز باقي الكلاسز هتتعمل، فانا عايز اتيست الحاجات البابليك دي، ده نوع من البلاك بوكس تيستنج، انا مش باصص للديتيلز اللي جوه، انا بس بتست البابليك انترفيس بس اتاكد ان هو بيبروفايد الفانكشناليتي اللي انا عايزها وان الميثودز فعلا شغاله بالطريقه الاكسبكتد. تمام، عايز كمان اتاكد ان السيجنتشر كوركتلي ديفايند، الفانكشن سيجنتشر اللي هي مثلا الفانكشن دي بتاخد مثلا سترينجز، مثلا تاخد اثنين سترينجز وبترتيرن ان، فانا عايز اتاكد ان السيجنتشر دي مظبوطه، ان هي دي الطريقه اللي باقي الفانكشنز هتقولها بيها اصلا في الفاينل سيجنتشر. تمام، ان هي مثلا بتاخد سترينجز مثلا وبترتيرن مثلا سي انتجر خلاص. وهنا بنignore الديتيلز اوف امبلمنتيشن، ان احنا بنعمل بلاك بوكس، هو نفس الكلام اللي اتقال يعني خلاص، والعكس بقى الوايت بوكس تيستنج، ان انت هنا بتبص على الديتيلز بتاعه الامبلمنتيشن، تشوف الامبلمنتيشن من جوه هل هو شغال كويس ولا لا خلاص. تبدا بقى ممكن تستخدم الكلام ده تعمل له عن طريق الستيتمنت كفرج او البرانش تيستنج او الباس كفرج، الحاجات اللي احنا قلناها، يعني تقدر تستخدم الكرايتيريا دي علشان ايه تديفلوب التيست كيسز بتاعتك. وهنا احنا مش مهتمين بالبابليك انترفيس من بره، ده اللي احنا عملناه اوريدي في البلاك بوكس خلاص، هنا بس ايه بنفوكس يعني على الكود من جوه، ده هو نفس الكلام اللي فات بس بيابلاي الكلام ده على الكلاسز. اليونت تيستنج في الكيس بتاعت الاوبجكت اورينتد، هنا اليونت بتاعتنا هي هتبقى كلاس، السوفت وير بتاعنا ده مكون من موديولز او يونتس، فهنا اليونتس بالنسبه لنا هتبقى الكلاسز خلاص. طيب بيقول لك بس هنا الحاجه الوحيده اللي هتفرق هنا ان الكلاس بتاعي ده او اليونت بتاعتي دي جواها مجموعه من الفانكشنز، مثلا فانكشن 1 فانكشن 2 فانكشن 3، هل انا اقدر اتست الفانكشنز دي باي ترتيب انا عايزه؟ يعني انا هنا عندي جوه الكلاس شويه فانكشنز، هل انا اقدر اتست اي فانكشن انا عايزه؟
المفروض ان الكلاس بينكابسوليت مجموعه من الفاريبلز ومجموعه من الفانكشنز، والفانكشنز اللي بترن دي هي افكتد بالفاريبلز اللي عندنا او بالستيت اللي احنا فيها. اي اوبجكت ليه ستيت تبقى ديفايند بالفاريبلز اللي فيه. فانا ما اقدرش اتست الفانكشنز دي باي ترتيب. هو انا حاطط اكزامبل على انا عندي اوبجكت اسمه اكونت، وعندي اوبريشنز زي اوبن كلوز ديبوزيت وذرو وسيت اب. ما اقدرش اتست الفانكشنز دي باي ترتيب عشوائي، محتاج ان انا اراعي ان في ستيت جوه الكلوز. ان انا محتاج مثلا اول حاجه اعملها ان انا اكول الاوبن ميثود دي خلاص. فلما اعمل اوبن اكونت اكيد في مجموعه من الفاريبلز هيبقوا سيت بطريقه معينه، بحيث انها تسمح لي ان انا انده حاجه زي الديبوزيت او الويزدرو. طبعا مثلا قبل برضو حتى الديبوزيت والويزدرو ممكن احتاج اعمل سيت اب للاكونت تحت حساب، محتاج اعمله سيت اب بشكل ما. والكلوز دي لازم تبقى اخر حاجه، ما ينفعش مثلا بعد الكلوز اعمل ويزدرو مثلا انا اوريدي قفلت الاكونت. فهنا اللي بيقولوا ان الفانكشنز دي ما هياش شغاله بشكل ايزوليتد، الفانكشنز دي شغاله بيزد على الفاريبلز اللي جوه الاوبجكت خلاص. وكل ما عندك فانكشن من دول اكيد هي هتاثر في الفاريبلز دي. فحتى لو انا بجنريت راندوم تيست سيكونس لازم يبقى عندي كونسترين معين، او مثلا ان انا ممكن اجنريت اي حاجه باي سيكونس، بس اراعي ان انا في البدايه مثلا محتاج اعمل اوبن وسيت اب مثلا، وبعدين في النهايه اعمل كلوز بس. وبعد كده بقى ممكن اعمل اي سيكونس من الديبوزيت او الويزدرو بشكل عشوائي بقى، هنا مش فارقه بقى ديبوزيت او الويزدرو، او لو في مثلا ترانسفير مثلا ماني، يعني اي حاجه بقى من الحاجات دي ممكن ايه اعملها بشكل عشوائي. تمام، دي نقطة يعني نخلي بالنا واحنا بنجنريت راندوم تيست سيكونس. ما ينفعش أي حاجة، ما ينفعش مثلا أعمل ويزدرو بعد كده أعمل أوبن للأكونت. تمام، آخر حاجة بقى الديباجنج. إحنا لما بنعمل تيست وارد إن إحنا نلاقي مشكلة خلاص، فالديباجنج بقى هدفه ان هو يلوكيت بقى المشكله دي جايه منين بالظبط وعايزين نعمل لها فيكس. هو هنا بيعرف حاجتين، حاجه اسمها فولت وحاجه اسمها فيليور. الفولت دي يعني انا عندي مشكله في الكود خلاص، عندي جزء معين من الكود ممكن يعمل لي مشكله. الفيليور ان انا اعدي في تيست كيس معينه او انا بشغل على البروجرام يحصل لي مشكله بيزد او بسبب الفولت خلاص. فهي الفولت دي هي الحاجة اللي هتتسبب في فيلير، إن البروجرام بتاعي مثلا يكراش أو البروجرام يطلع أوتبوت غلط. فهنا بيقول إن الفولت doesn't imply failure، يعني أنت ممكن يكون عندك مشكلة في الكود بس مش شرط إن الكلام ده يتسبب بالفيلير. وإحنا شفنا الإكزامبل من شوية هنا مثلا، هنا عندي فولت. الفولت إيه؟ إن أنا بقسم على الإكس من غير ما أتأكد إن الإكس دي مش زيرو، ده يعتبر فولت. المفروض إن أنا هنا أزود إف كونديشن واتاكد ان الاكس بتساوي زيرو ولا لا، خلاص ده الفولت. بس هل الفولت ده لازم يسبب لي فيلير؟ لا، ممكن التست كيسز اللي انا شغال عليها ما تجيبليش كيس ان الاكس بزيرو والزد اكبر من الواحد خلاص. فهنا الفولت اللي عندي مش شرط تتسبب في فيلير خلاص. هو هنا كاتب لك الجمله بتاعت ان الفولت doesn't imply failure، يعني ممكن تبقى زي باج مستخبيه في الكود يعني. طيب، وهنا بقى بيقول لك مجموعة من التكنيكس يعني ممكن تستخدمها علشان تكسبوز الفولتس، حاجات بتستخدمها في الديباجنج يعني زي الميموري دامبس. هنا اي اي دي اي لما تيجي ترن الكود مش انت ممكن تخليه يقول لك الميموري فيها فاريبلز عاملة ازاي، يعني يقول لك الهيب والستاك فيهم فاريبلز عاملين ازاي. فده اسمه ميموري دامب، انت بتشوف الكونتنت بتاع الميموري والبروجرام بتاعك بيكسكيوت خلاص. او حتى ممكن عشان تتباج ان انت تنسبكت، يعني هي بعض الاي دي ايز ممكن تساعدك ان انت تنسبكت بقى الانترميديت كود اللي من جوه ده والاسمبلي، حتى لو الموضوع عايز انت تمشي بشكل لو ليفل قوي ستيب باي ستيب مع الكود. بس هنا بيقول لك ممكن تستخدم مودرن كومبايلرز او تشيك بوينتنج. تشيك بوينتنج يعني انت عندك كود كده تيجي تعمل، عندك مجموعه من السطور او ده في الاي دي اي بتاعك مثلا، مش انت ممكن تعمل تشيك بوينت، يعني انت مثلا ممكن تقوم حاطط هنا اهو كده علامه كده وتقول له رن بحيث ان هو يقف عند السطر ده ويمشيك معاه ستيب باي ستيب. هو ده التشيك بوينت خلاص، موجود في اي ديباجر في اي اي دي او في اغلب الاي دي ايز برضه ممكن نستخدمه علشان نعمل ديباجنج. تمام، طيب ده كده الكونتنت. في بقى عندنا في الشيت سؤالين، اول سؤال صغير شويه
بعد كده عندنا سؤال كان جاي في فاينل قديم. خلاص فاحنا هنبدأ بكويتشن واحد دي. طيب مديك سودو كود بالمنظر ده، بيقول لك طالب شوية حاجات. أول حاجة إن إحنا نرسم الكنترول فلو جراف ليه، إن إحنا نطلع الانفيزبل باثز اللي فيه، ونطلع مينيمال تيست كيسز بحيث إن إحنا نعمل ستيتمنت كفرج وفري بنش تيستنج وباث كفرج. خلاص هو هنا كده طالب كل حاجة يعني. طيب خلونا نعمل الكلام ده ستيب باي ستيب. بس خلوني الأول أشير معاكم بين علشان نرسم يعني الرسمة مع بعض. طيب انتوا كده شايفين الويندو بتاعت البين صح؟ ايوه تمام. طيب ماشي. دلوقتي هو هنا مدالنا اهو كود بالمنظر ده، كان طالب اول حاجه ان احنا نجيب الكنترول فلو جراف. تمام، فهنعملها ازاي؟ هبدا اهو كده عندي ستيتمنت رقم واحد، هروح فين بعديها؟ لو انا عديت على نود رقم واحد هروح للنود رقم اتنين، مفيش اوبشن تاني، تاخد الانبوت بعد كده تتشيك على الاف كونديشن. من النود رقم اتنين بقى عندك حاجتين، يا اما الواي تساوي الواي زائد الاتنين، هروح للنود رقم تلاتة، يا اما الاكس اكبر من او تساوي العشرة، فخش في الالس يعني نود رقم اربعة. وانا هنا رقمت اهو السطور عشان ادي رقم او نود لكل سطر. طيب سواء انا رحت في التلاتة او رحت في الاكيد هروح بعد كده لايه؟ للاند اف. اكيد ايا إن كان انا جاي منين هروح اكيد للاند اف. طيب ومن رقم خمسة هروح لستة، مفيش اوبشنز تانية. طيب من ستة عندي يا اما اروح لرقم سبعة يعني الكونديشن يتحقق وبعد كده اروح للاند اف اللي هي تمانية، يا اما من الستة اروح للثمانية على طول ان الكونديشن ما يتحققش فاروح للان دي اف على طول، وفي النهاية اروح ايه ان انا اعمل الاوتبوت يعني كاني مثلا ببرنت الفاليو ده الكنترول فلو جراف. ممكن ازود حاجة على الكنترول فلو جراف ان انا احط على كل ايدج الكونديشنز بتاعته، ده ممكن يسهل شوية يعني من الاتنين للتلاتة دي ان هي معناها ان الاكس اصغر من 10، دي حاجة مش مطلوبة، دي حاجة بس عشان واحنا بنجيب باقي المطالب تبقى عندنا حاجة نقدر نبص عليها. بس ده أحسن ما احنا بدل ما كلش عندنا نرجع للكود يعني. كده جبنا الكنترول فلو جراف. كان رقم ده كان بي بيقول لك هات الانفيزابل باسز، مطلوب بي بيقول لك هات لي الانفيزابل باسز. فدي قلنا هنجيبها ازاي؟ ان احنا نجيب كل الباصز الممكنة اللي جوه الجريف صح؟ وقلنا هنعملها بمنظر كده شبه التري شوية، اللي هو اقول ان انا اول ديسيجن عندي ان انا يا اما الاكس اصغر من 10 يا اما الاكس اكبر من او تساوي 10. طيب لو الاكس اصغر من 10 ايه الاحتمالين اللي عندي؟ ان الواي اكبر من 20 أو إن الواي أصغر من أو تساوي العشرين. نفس الكلام برضو هنا، لو الإكس أكبر من أو تساوي العشرة يعني مشيت في الباص ده كده هلاقي إن أنا عندي احتمالين تانيين، لو الواي أكبر من عشرين أو الواي أصغر من أو تساوي العشرين، أو نفس الاحتمالين بالظبط. طيب نبدأ بقى نشوف هل كل باص من دول نقدر نعدي عليه ولا لأ. اول باص ان الاكس اصغر من 10 واي اكبر من 20، او ممكن تختار الاكس مثلا ب 8 مثلا والواي رقم اكبر من هي مثلا اختار 50 مثلا. لاحظ بس ان احنا ما دام قلنا ان احنا هنا بنتشيك على الاكس وهنا بنتشيك على الواي، نتاكد ان اختيارنا
للفاليو بتاعت الاكس هتأثر ولا لأ في الواي؟ يعني بس فينا نلاحظ ان لو الاكس اصغر من العشرة ان انا بجمع اتنين على الواي خلاص، بس هنا ستيل اقدر اساتسفاي برضو الكونديشن ده ان انا هنا اختار مثلا 8 واختار اي حاجة كبيرة، فكده كده ايه حتى لما تجمع عليها بلس 2 هتفضل اكبر من 20 فمفيش مشكلة. هنا نفس الكلام، عايز اختار الاكس اصغر من 10 وواي اصغر من 20، برضو هنا ما تنساش تختار رقم صغير، اختار مثلا اكس مثلا بأي حاجة أصغر من 10 ليكون 9، واختار مثلا الواي ب3 مثلا. ليه؟ بحيث إن أنت لما تيجي تجمع على التلاتة دي حاجة 2 تظل برضو إيه أصغر من 20 مفيش مشكلة. بص فده كده فيزابل، ده فيزابل. هنا نفس الكلام لو الإكس أكبر من أو تساوي ال10 أنت كده كده بقى لو الكونديشن ده اتحقق أنت مش بتأثر في الواي أصلا، هتقدر تعمل الكومباينيشنز دي على مزاجك. يبقى أنا هنا ما عنديش انفيزابل باسز، تقول له إيه نو انفيزابل باس. تمام، ادي كده A و B لحد هنا تمام ولا لا؟ تمام طيب باشمهندس. تمام. طيب هنا C بقى بيقول لك كان طالب ثلاث حاجات، statement coverage و every branch testing و pass coverage. ناخدهم بالترتيب كده، اول حاجة statement coverage اللي هي رقم، عايزين يبقى اقل عدد من التست كيسز بحيث ان احنا نكفر كل النودز او كل الستيتمنتس. ده معنى ستيتمنت كفرج، ان انا اعدي على كل نود اتليست ايه مره واحده. تمام، طيب فانا هنا لما بصيت برضو على الجراف لقيت ان اتليست مش هعدي على كل الستيتمنتس الا اتليست اتنين تيست كيسز. ليه؟ لان من اولها هنا كده يا اما هختار في التيست كيس بتاعتي ان الاكس اصغر من 10 يا اما هختار ان هي اكبر، مفيش احتمال تاني. يعني ما ينفعش تيست كيس واحده اكفر الحالتين دول او اعدي على الاثنين نودز دول خلاص. فبالتالي انا عارف من البدايه كده ان انا على الاقل علشان اعمل ستيتمنت كفرج محتاج ايه، محتاج في مره الاكس اصغر من العشرة 9 مثلا، وفي مره الاكس اكبر من او تساوي العشرة ده يكون 11 خلاص. ده ايه اتليست اللي انا محتاجه، واحاول بالاثنين دول اكفر كل الستيتمنتس بحيث ان انا ما احتاجش تيست كيس. طيب لو الاكس بتساوي 9 يبقى انا همشي في انهي، في انهي بص همشي كده بص اعدي على 1 2 3 5، وبعدين اجي هنا محتاج بقى اختار فاليو معينه يا اما اكبر من 20 يا اما اصغر من 20. انا هختار الاكبر من 20 مثلا بحيث ان انا بالمره كده ايه اعدي على كل النودز. تمام، يبقى انا هنا كده عملت كفر لكل النودز دي، ناقص بس في نود واحده ما اتعملهاش كفرج اللي هي رقم 4، ودي انا مهندلها هنا في التست كيس الثانيه عشان كده اخترت ان الاكس ب 11. واخدنا بقى الواي باي حاجه حتى المره دي حطها حاجه اصغر مثلا من ال 20 عادي مش هتفرق يعني خلاص. انت كده كده بس هي دي النود الوحيده اللي كانت فاضله لك اللي هي نود رقم 4 دي. تمام، يبقى انا كده عملت ستيتمنت كفرج، جبت اقل عدد من التست كيسز بحيث ان انا اعمل مينيمال ستيتمنت كفرج. طيب نقطة رقم اي اي دي عايزنا نعمل ايه؟ عايزنا نعمل every branch testing. انا ممكن بنفس الاتنين تيست كيسز دول لو انا جيت بصيت انا اوريدي اول تيست كيس دي هي عدت على كل حاجه صح، اول تيست كيس دي اللي هي اكس ب 9 واي ب 22 مشيت على البرانش ده بعدين البرانش ده وهكذا اهي واي 22 يعني همشي هنا انا غطيت البرانشز دي. وهنا في التيست كيس الثانيه دي انا غطيت ايه، غطيت هنا اهو كده البرانشز دي اللي هي الاكس ب 11 والواي ب 17. يبقى هل في اي برانش انا كده ما عملتلوش كفر؟ انا كده في النهايه دول اقل عدد من التست كيس وانا عارف ان انا ما ينفعش اقلل عن دول، انا اوريدي عارف ان المينيمم هنا 2 يعني ما دام محتاجت 2 علشان اكفر كل الستيتمنتس يبقى اكيد محتاج 2 او اكتر عشان اكفر كل البرانشز خلاص. يبقى انا هنا هلاقي نفس الاجابه. خلاص ده في الكيس بتاعت البرانش. طيب بعد كده كان طالب ايه بقى؟
طالب ان انا اكفر كل الباصز الممكن. احنا هنا عشان نكفر كل الباصز ممكن ارجع للتري اللي انا كنت حطيتها هنا. يعني انا حطيت تري بكل الاحتمالات، قلت كل الاحتمالات دي فيزيبل، تمام. يبقى انا هنا محتاج كام تيست عشان اعمل باص كفرج من الرسمه دي او من التري دي؟ محتاج كام تيست كيس عشان اكفر كل الباصز؟ محتاج 4، صح؟ دول اللي قدامي اهو، الكيس دي ودي ودي ودي، عندي 4 برانشز في النهايه او 4 ليفز يعني في التري. يبقى انا عندي هنا ايه؟ 4 تيست كيسز، كل تيست كيس هتكفر باص معين. اول تيست كيس هتكفر الحته بتاعت ان الاكس اصغر من او تساوي ال10 مع مره واي اكبر من ال20 ومره واي اصغر من ال20، خلاص فادي اهو. اول تيست كيس او اول اتنين تيست كيسز فيهم الاكس اصغر من ال10، اكس 9 واكس 9 بس مره مع واي اكبر من ال20 ومره واي اصغر من ال20، فليكن مرة اختار مثلا الواي ب 22 عشان اساتسفاي ده، ومرة مثلا الواي ب 3. كده اول اتنين، كده اول اتنين باصص، ناقص لسه اتنين باصص كمان. نفس الكلام، انا هنا عندي الاكس اكبر من او تساوي ال10، مرة اجربها مع الواي اكبر من 20 واصغر من 20، اعمل كده برضه. اقول ان الاكس مثلا حاجه اكبر من 10 11 مثلا، محتاج اكرر الكلام ده مرتين، مره مع الواي اكبر من 20 مره مع الواي اصغر من 20، خلاص. طبعا زي ما قلنا، بس نتاكد بس اهم حاجه من الحته بتاعت ان الفاليو بتاعت الاكس دي هتغير في الواي شويه، فنتشيك يعني على النقطة دي، تمام. هنا مثلا أحط مرة رقم أكبر من 20 ومرة رقم أصغر من 20 مثلا، بس يبقى أنا كده عملت كفر لإيه؟ لكل حاجة. في مشكلة في السؤال ده؟ طيب ماشي، نرجع بقى للسلايدز. ادي سوليوشن اهو، انا بالتفصيل يعني طبعا تعمل انت بقى التري والكلام ده كله. طيب السؤال التاني بقى، ده كان في فاينل قديم، مديك كود بالمنظر ده. هنا بس الحاجه الجديده في الكود ده ان هو في الوايل لوب دي، في عندنا لوب. احنا لو عندنا لوب بالمنظر ده عاده بيبقى كفايه نعدي مره واحده جواها. ان انت بص هنا جوه اللوب الكونديشنز اللي انت بتتشيك عليها مش بتتأثر. هنا عندك وايل لوب، وايل ان الاكس اكبر من الزيرو، بتعمل شوية حاجات وبعد كده تعمل ماينس 1 وتخش تاني تعمل نفس الحاجات وتماينس 1. اصلا انت كأنك مثلا بدأت بإكس بخمسة مثلا، تفضل تعمل خمسة اتريشنز هنا لحد اما الاكس توصل للزيرو، وبعد كده تكمل ايه عندك اتنين اف كونديشنز، تمام. فانا هنا في الكيس اللي بالمنظر ده انا كفاية بس ان انا وانا بعمل كنترول فلو جراف امشي الاتريشن واحدة جوه اللوب دي وبعد كده ايه اكمل على باقي الكونديشنز دي. احنا بنعمل انت هنا ممكن يبقى عندك انفاينايت، انا في النهاية مش عايز، انا عايز بس اعدي على الاقل مرة واحدة جوه اللوب وبعد كده ايه اكمل بره. طيب وبرضه نعمل الكلام ده على بنت، طيب كده ادي الكود اهو. طيب كده البنت شيرد معاكم صح؟ ايوه تمام. طيب ماشي، اول حاجة او اول مطلوب ان احنا نرسم الكنترول فلو جراف. مطلوب رقم ايه؟
طيب هنمشي برضه. هو هنا في الامتحان كان مرقم، كان هو اوريدي جايب الكود مترقم بالمنظر ده، هو بحيث يعني ان هو ممكن مثلا لاي حد عايز ينزل البراكت ده تحت شويه ويرقمه برقم مختلف، هو مش هيفرق في النهايه في التست كيسز، لان في النهايه التست كيس مثلا هتعدي على الواي الاكس اكبر من زيرو، هتعدي نفس التست كيس هتعدي على البراكت ده، بس هو هنا موحد الدنيا وعامل هو ترقيم بنفسه خلاص. بس لو الترقيم ده مش موجود ممكن انت بقى ترقم كله باي طريقه يعني، بس هي في النهايه الاوتبوت النهائي يعني لو انت اشتغلت صح هي تفرق بس في عدد النودز، ولكن الاوتبوت النهائي من حيث التست كيسز مش هيفرق في حاجه خلاص. طيب فاول حاجه قلنا عايزين نرسم الكنترول فلو جراف، ماشي. اول حاجه نبدا بنود رقم واحد، وبعد كده من واحد لازم اروح لرقم اتنين، مفيش اوبشنز تانية، يبقى هاجي هنا اهو كده هدخل على نود رقم اتنين، وبعدين بعد ما امشي من واحد لاتنين هلاقي بعد نود رقم اتنين سطر اتنين ده، يا اما هلاقي ان الاكس اكبر من الزيرو فادخل في سطر رقم تلاتة، هاجي هنا اهو كده ادخل في رقم ثلاثة اكبر الفونت مش عارف واضح ولا لا، هاجي هنا من واحد اتنين، ومن اتنين في اتنين اوبشنز بقى، يا اما معناها ان الاكس اكبر من الزيرو دي اتحققت، يا اما اطلع من هنا اهو كده اروح لي انو سطر رقم سبعة ده لو الاكس ما طلعتش اكبر من الزيرو، لو الاكس طلعت بزيرو او باصغر ساعتها اروح لرقم سبعة خلاص نفس الطريقة يعني. انا دلوقتي انا كيس ان انا دخلت عند ثلاثة هيبقى عندي اتنين اوبشنز، يا اما اروح لرقم اربعة او رقم خمسة، عندي نود يا اما رقم اربعة او رقم خمسة يعني كده، ادي اربعة وادي خمسة. طيب وفي الاتنين كيسز سواء رحت لرقم اربعة او رحت لرقم خمسة هروح لمين؟ يا اما نفذت الاف او نفذت الاكس او الالز، هروح فين؟ هعمل اكس بتساوي اكس ماينس 1، دخلت هنا او هنا في النهايه ماينس 1، انا في الحالتين هروح هنا النود رقم 6. طيب النود رقم 6 هروح فين؟ ايه السطر اللي انفذه بعد اكس بتساوي اكس ماينس 1؟ اللي هو السطر رقم 2، ارجع تشيك تاني، ارجع للدوب تاني. تمام طيب ماشي، انا كده رسمت النودز، لان اجي هنا بقى عند رقم سبعة ممكن اروح فين؟ يا اما تمانية اروح للنود رقم تمانية او اروح للنود رقم تسعة. طبعا بعد لو انا دخلت في نود رقم 8 يبقى لازم نروح ل 9، اللي هي الكونديشن اللي عليه الدور خلاص يعني، سواء الكونديشن اتحقق او ما اتحققش هروح للكونديشن اللي بعده رقم 9 ده. في برضه منه احتمالين، يا اما امشي 9 10 11 يا اما 9 11 على طول. اهو ادي اخر جزء، وفي النهايه طبعا لازم اروح للنود رقم 12 اللي هي بتطلع لي الاوت. طيب احنا كنا بنحط على الايدجز، كنا بنحط بس الكونديشنز بتاعتنا علشان واحنا بنمشي ونطلع الباصز المختلفة ما نرجعش للكود كل شوية، ما نضلش مثلا نقول اتنين لتلاتة دي يعني كان انه كونديشن. بص فانا ممكن اكتب هنا اهو، وده اوبشنال يعني، من ايه conditions عند كل edge x أكبر من الزيرو، وهنا مثلا ال y أكبر من التلاتة، هنا
الكونديشن هنا اكس اصغر من او تساوي الزيرو، وهنا كان اصغر من الواحد، وهنا واي اكبر من او تساوي الواحد. بعد كده هنا عندي حاجتين، يا اما الواي بتساوي العشرين يا اما لا تساوي العشرين. طيب يبقى ادي كده كل الايدجز اللي عندي. خلاص ممكن كده بقى نخش في المطلوب اللي بعده، اللي هو عايزنا نطلع الانفيزابل باسز. طيب احنا عشان نطلع الانفيزابل باسز هنعمل نفس الستبس بتاعت المره اللي فاتت، بس هنا بقى عندي باسز كتيره، عشان كده التري هنا لازم اعملها. يعني في اللي فات ما كنتش مضطر اعمل التري، انما هنا لازم علشان الدنيا هنا فيها احتمالات كتيره وكومباينيشنز كتيره مختلفه. هنا وانا داخل على اللوب دي او داخل عند رقم 2، يا اما الاكس رقم اكبر من الزيرو فهفضل امشي بالباص ده او جوه اللوب دي شويه لحد اما الاكس تصغر وبعدين اطلع بره، او من البدايه ابقى الانبوت اكس ده يبقى ماينس واحد مثلا فيقوم ماشي هنا في المسار ده. بس يبقى انيشالي او اول ديسيجن عندي ان يا اما الاكس هتكون اكبر من الزيرو او الاكس اصغر من او تساوي، بس عايزين نرسمها كده. يا اما اول حاجة خالص يا اما الاكس اكبر من الزيرو يا اما الاكس اصغر من او تساوي الزيرو. طيب لو انا قلت ان الاكس اكبر من الزيرو يعني هدخل جوه اللوب دي، هيبقى عندي اوبشنز ايه جوه اللوب؟ ايه الكونديشن اللي هيقابلني عليه الدور؟ يعني يا اما الواي اكبر من الثلاثة يا اما الواي اصغر من او تساوي الثلاثة. يبقى انا بعدي على الكونديشنز بالترتيب اللي انا بقابلهم بيه وانا ماشي بتريس كده. اول كونديشن هيقابلني خالص هو ان الاكس اكبر من الزيرو او الاكس اصغر من او تساوي الزيرو. طب لو انا اخدت الفرع بتاع ان الاكس اكبر من الزيرو، ايه اللي عليه الدور؟ ان يا اما الواي اكبر من تلاتة. طيب وبعدين اعمل ايه؟ همشي كده اهو، هيقابلني انه كونديشن هيقابلني هنا كونديشن على الواي، ان الواي يا اما الواي اصغر من الواحد يا إما الواي أكبر من أو تساوي الواحد. طبعا أنا عارف إن هنا لما أنا أقول هنا قلت واي أكبر من التلاتة وواي أصغر من الواحد، ده هنا ده مش فيزا، ما ينفعش تبقى الواي بيجر ذان تلاتة وأصغر من الواحد. خلاص أنا عارف إن أوريدي أي حاجة هتطلع من هنا هتبقى إن خلاص، بس إحنا كمان عشان نجيب كل الانفيزابل باصز دي. طيب لو الواي أصغر من الواحد في البرانش ده هيقابلني ايه؟ يا اما واي ب 20 يا اما لا تساوي واي بتساوي ال 20 يا اما الواي مش ب 20. طيب نفس الكلام لو الواي كانت اكبر من الواحد، يعني كنت دخلت في البرانش ده كان هيقابلني نفس الاحتمالات بالظبط، الواي ب 20 او الواي لا تساوي ال 20، فأحطهم برضو في التري. بص يبقى أنا عارف كده من البداية كده إن هنا الباص ده اتنين مش ليه؟ لأن لو الواي أكبر من التلاتة مش هينفع يتحقق إن الواي يبقى أصغر من الواحد، أحط إكس وإكس هنا. طيب هنا هل تنفع ان الواي تبقى اكبر من الثلاثة واكبر من الواحد؟ اه ممكن زي الخمسة بس. خلاص طيب هل معاهم تنفع تبقى الواي 20 او ده تساوي ال 20؟ ممكن، يعني ال 20 في النهاية ممكن اخد الواي ب 20 فتبقى بتحقق الكلام ده كله، تحقق ان الواي اكبر من الثلاثة واكبر من الواحد وبتساوي ال 20، او ممكن اختار رقم مش ب 20 وفي نفس الوقت اكبر من الواحد والثلاثة زي ال 19. خلاص فهنا الاثنين دول واضح ان هم فيزبل، يعني اقدر اجيب تيست كيسز تعديني في البوز ده، اقدر اختار فاليوز للاكس والواي والزد بحيث انها تعديني في الكلام. طبعا هنلاحظ برغم ان الزد هنا انبوت احنا مش بنتكلم عنه خالص لان هو مش بيأثر في الديسيجنز بتاعتنا،
يعني اي ديسيجن هنا بيبقى على الاكس والواي، فالزد وانا بحطه في الليست كيسز اختار اي فاليو مش فارقه. طيب ادي اول برانش ده، يعني هيجي هنا واي اصغر من او تساوي 3، نفس الكلام لو انا بقى كنت دخلت هنا واي اصغر من او تساوي 3 اللي هي الحته من هنا دي، كان هيبقى عندي اوبشنز ايه بعديها؟ نفس الكلام ان هي واي اصغر من 1 او واي اكبر من او تساوي 1، يبقى طالع من هنا ان يا اما الواي اصغر من 1 يا الواي اكبر من او تساوي 1. طيب الواي اصغر من الواحد واكبر من اساس الواحد، بعد كده ايه الديسيجن اللي بعده اللي هو بتاع ال 20؟ يا اما الواي بتساوي ال 20 يا اما نوت ايكو 20. طيب هنا جبت حاجه انفيزابل تاني، يعني هنا مثلا واي اصغر من الثلاثه واصغر من الواحد ماشي عادي، اختار اي رقم يبقى اصغر من 3 واصغر من 1، بس ينفع يبقى ال 20؟ لا، يبقى ده unfeasible. طيب وده ده ينفع عادي، رقم اصغر من 3 واصغر من 1 ومش 20 اللي هو ايه اي حاجه زيرو مثلا، بس يبقى ده feasible. طيب نيجي للبرانش بتاع واي اكبر من او يساوي ال 1، هنا هيقابلني حاجتين واي ب 20، الكونديشن بتاع الواي ب 20 وواي لا يساوي ال 20. نلاحظ ان الترتيب هنا ثابت، ان انا دايما بتشيك على الكونديشن بتاع الواي اكبر من 3 ولا لا، بعد كده الواي اكبر من 1 ولا لا، والواي بتساوي 20 ولا لا، بالترتيب كده تلاقي دايما يعني ماشي بالنظام ده. طيب هنا هل في هنا حاجه انفيزابل ولا الاثنين دول فيزابل؟ هل في حاجه انفيزابل هنا؟ حد يقدر يطلع هنا حاجة unfeasible ولا لأ؟ هنا أنا هلاقي إن ال y أصغر من التلاتة وأكبر من الواحد، يعني ده معناه إن ال y إيه؟ ما بينهم هما الاتنين، فبالتالي هنا ال 20 هتبقى unfeasible. خلاص أنا دايما وأنا ماشي على أي باص أتأكد إن أنا عايز تيست كيس يمشيني في الباص ده من الأول للآخر. خلاص فأنت هنا حتى لو ال 20 هي أكبر من الواحد ولكن هي إيه؟ مش أصغر من التلاتة. خلاص فدي بوينت برضو هتطلع لنا حاجة انفيزبل، عشان كده احنا بنرسم الباصز كلها، الباص ده اللي هو حاجة من البداية من أول رقم 1 لحد رقم 12، من أول نوت لحد آخر الباص، فهنا مش هلاقي أي تيست كيس تحقق لي إن الواي تبقى أصغر من التلاتة وأكبر من الواحد يعني ما بينهم وتبقى في نفس الوقت 20، ده مش هيتحقق. يبقى دي اول كيس، ان الكيس بتاعت ان الاكس اكبر من الزيرو كل احتمالاتها، ان انا هدخل جوه اللوب دي شويه وبعد كده هطلع بره. الاحتمال التاني ان الاكس تبقى في التست كيس تبقى اصغر من الزيرو او تساوي الزيرو، ساعتها ان انا همشي في المسار ده، يبقى عندي اتنين اوبشنز برضه. ايه الاتنين اوبشنز؟ ان يا اما الواي اصغر من واحد يا اما الواي اكبر من او تساوي الواحد. الواي اصغر من واحد يا اما الواي اكبر من او تساوي الواحد. طيب لو انا اخدت الكيس بتاعت ان الواي اصغر من الواحد هيبقى عندي حاجتين، انا هتشيك ان الواي بتساوي 20 وان الواي لا تساوي 20. طب ايه الانفيزابل هنا؟ ان تبقى الواي اصغر من واحد وفي نفس الوقت 20، اعمل عليها ايه؟ طبعا ممكن تبقى اصغر من 1 لا تساوي 20 عادي اي حاجه زيرو مثلا. طيب واي اكبر من او تساوي 1، في اتنين اوبشنز هنا برضه، واي ب 20 لا تساوي 20، وهنا الاتنين فيزابل عادي، لو الواي اكبر من الواحد ممكن تختار في التست كيس ان الواي تساوي 20 فساعتها هتحقق الحالتين ان هي تبقى اكبر من 21 او رقم تاني اكبر من واحد بس مش 20، فالاتنين ينفع. خلاص يبقى ادي كده التري بتاعتك، برضه التري دي مش جزء من الحل، يعني هو في النهايه في المطلوب يقول لك مثلا كنترول فلو جراف وبقى ستيتمنت كفرج انفيزابل باسز الحاجات دي، انما التري دي بتبقى على جنب علشان نحاول نطلع كل الكومباينيشنز من الكونديشنز اللي عندي، طلعنا بيها كل الكومباينيشنز كده. انا واضح ان انا عندي 1 2 3 4 وكده اقدر اجيبهم على طول،
يعني مثلا لو جيت هنا اهو اول انفيزابل باز، الباز بتاعي هيبقى عباره عن يعني هكتبها لي بقى كنود يعني، صح؟ ان انا هنا اول باز ده تبقى عباره عن واحد اتنين، في النهايه الاوتبوت بتاعك انت اللي هو هنلونه ده. بيعدي على انهي نودز في الجراف ده؟ هلاقي ان هو بيعدي على واحد اتنين كده، واي اكبر من التلاتة يعني تلاتة خمسة ستة، وبعد الستة هعدي على الاتنين زي ما انا شايف في الجراف، بعد الستة هروح للاتنين خلاص، بعد الاتنين بروح للسبعة اهو، اختار الفرع اللي فيه ان الواي اصغر من الواحد اللي هو اروح للتمانية يعني، طيب من التمانية طبعا بنروح للتسعة يعني، بعد التمانية بتروح للتسعة مفيش اوبشنز ده. بعد كده اختياري ايه بقى في العشرين والنوت ايكوال عشرين؟ اخترت العشرين صح، ده الانفيزابل يعني، هي بنطلع الحاجة الانفيزابل بس، يبقى تسعة عشرة حداشر. كده ادي اول unfeasible pause. تمام، في مشكله الحته دي ان انت خلاص هنا اوريدي عرفت بقى ايه التسلسل اللي انت تمشي بيه وانت بتعدي على الكونديشنز، اللي هو اول اختيار هتختار الاختيار ان الاكس اكبر من الزيرو، هتختار ان هنا 1 2 3، بعد كده هتختار اختيار ان الواي اكبر من الثلاثه يعني 3 5 6 2 7، بعد كده في الاختيار ده هتختار ان الواي اصغر من الواحد يعني 7 8 9، بعد كده واي بتساوي ال 20 يعني 9 10 11 بس. فهي انت بتريس النودز بتكتبها له بقى في الباص، انا عديت على النودز تعمل الكلام هنا خلاص يعني، هتبقى دي هنا بس الفرق الوحيد ما بين الاثنين باصص، ان في النهايه انت تختار ان الواي لا تساوي ال 20 يعني، هتبقى ماشي كده 1 2 3 5 لحد 9 هذا النوت رقم 9 اللي هي دي، بعد كده تختار الباص بتاع 11 12 على طول الباقي زيه صح، هو نفس الاختيارات بالظبط بس هنا الفرق بس ان الباص اللي تساوي ال 20، تعمل الكلام ده بقى لكل الانفيزابل باصز اللي موجوده. طيب كده الجزء ده لحد الحته بتاعت الانفيزابل باصز تمام ولا ايه؟ ماشي، ده كان المطلوب رقم دي. بعد كده رقم سي بقى عايز statement coverage، حاجة نكفر بيها كل ال statements، وحاجة نكفر بيها كل ال branches، وحاجة نكفر بيها كل ال passes. طيب احنا هنبدأ بأي، احنا عايزين نكفر كل ال statements. طيب انا مبدئيا انا كل الستمنتس يعني عايز اعدي على كل النودز تمام، فانا بختار الفاليو بتاعت الاكس، اختار رقم اكبر من الزيرو ولا اصغر من الزيرو، وانا بدي انبوت للتست كيس يعني، انا الافضل ان انا اختار رقم اكس اكبر من الزيرو بحيث ان انا اوريدي همشي جوه اللوب هنا، هو كده كده هي ماينس 1 وبعد كده هيطلعني بره بحيث ان انا اكفر اكبر عدد من النودز ممكن خلاص، يبقى انا ممكن كده انيشالي اختار ان الاكس بواحد تمام. ليه؟ لان انت كده كده بالمره عايز تاخد النودز دي في طريقك او تاخد جزء منها وبعد كده تطلع بره اللوب وتعدي على الاثنين كونديشنز اللي بره خلاص، فهنا اختيارك للتست كيسز اللي انت هتعمل بيها ستمنت كفرج الاحسن تختار الاكس. طيب لما اختار ان الاكس بواحد هلاقي عندي في مره ان الواي اكبر من ثلاثة محتاجه عشان انفذ رقم خمسة، ومره واي اصغر من ثلاثة عشان انفذ رقم أربعة، يبقى انا على الاقل محتاج كام تيست كيس عشان اعمل statement coverage؟ اكيد مش اقل من اتنين، مرة هختار ان الواي اكبر من التلاتة ومرة الواي اصغر من او تساوي التلاتة. لو انا اتكلم على الكيس بتاعت ان الواي اصغر من او تساوي التلاتة يعني عايز اعدي على النود دي
طبعا عدي على واحد اتنين تلاتة أربعة، اختار رقم أصغر من خلاص، وليكن مثلا أنا هختار زيرو. خلاص فهعدي على انهي نود؟ كده اهو، واي اصغر من او تساوي التلاته. خلاص اخترت الزيرو، هعدي كده كده. انا هنا بعد الاختيار بتاع الواي اكبر من التلاته وواي اصغر من التلاته، انا عندي اختيارين، ان هو الواي يبقى اكبر من الواحد او اصغر من الواحد. خلاص فانا بالمره ممكن اختار ان الواي بزيرو علشان اعدي على الراجل، ان انا عارف ان في التست كيس التانيه الواي اكبر من التلاته، هو اوريدي لازم هيعدي من هنا. خلاص فانا هنا بالمره اعدي على 7 8 9، هي انا كده هبقى عديت على كل الستيتمنتس دي 7 8 9. خلاص طيب بعد ما عديت على دول اخترت الواي بزيرو، هنا هيبقى قدامي 20 ونوت ايكوال 20، يعني هيعديني فين؟ هيعديني هنا. طيب التست كيس التانية بقى، أنا هنا قلت أنا عملت اتنين تيست كيسز عشان لازم في مرة أبقى أصغر من التلاتة ومرة أبقى أكبر من التلاتة، فأنا هنا اخترت إن الواي بزيرو. خلاص لما أجي أختار بقى حاجة أكبر من التلاتة أختار كام؟ أنا هنا مسموح لي أختار رقم أكبر من التلاتة، بس أختار كام؟ أنا هلاقي إن أنا هنا بعد ما أختار الرقم ده هيبقى عندي تفريعة فيها إن الواي بتساوي ال20، لسه ما خدتش النود بتاعتها، يبقى بالمرة هنا أختار 20، بحيث ان انا لما اجي اعدي هنا اهو اعدي على النود دي وارجع هنا اهو اعدي هنا، وبعد كده اعدي بقى على رقم 10. خلاص فانت هنا تخلي بالك انا هنا محتاج اختار، ممكن هنا اختار اي حاجه اكبر من الثلاثه علشان اعدي على النود دي، بس بالمره ان انا عايز اكفر بمينيمال تيست كيسز، فبالمره اشوف ايه اللي لسه مش كفرد من بره، لقيت اللي هو ان الواي بتساوي 20 دي النود بتاعتها مش كفرد، يبقى خلاص بالمرة اختار بقى ان الواي بتاعتك ب 20 بحيث انها تحقق الاثنين في نفس الوقت. يبقى انا كده عملت مينيمال سيت اوف تيست كيسز عشان اعمل ايه؟ عشان اعمل ستيتمنت كفرج. خلاص والاقي هنا في رقم 2 ان انا بالاثنين تيست كيسز دول انا فعلا عديت على كل الايدجز اللي عندي في الجراف، يعني جينا مسحنا العلامات اللي على النودز دي. انا هنا باختياري ان انا هرجع بس اللي كنت كاتبه، هنا كنا قلنا مره ان الواي بزيرو ومره الواي ب 20. اشوف الاول الاختيار بتاعي ده، لان هو اوريدي بيعديني على كل البرانشز، يعني هنا هو كده اول تيست كيس من اكس بواحد وواي بزيرو، دي لو مشيت معاها على الجراف من اكس بواحد يعني همشي هنا اهو، واي بزيرو يعني همشي كده كده، اي ايدج بعدي عليه بقى بلونه، بعد كده انا اختار واي بزيرو يعني همشي هنا لا تساوي ال 20 وامشي كده. صح ادي اول تيست كيس، والكيس بتاعت ان الواي ب 20 همشي ازاي؟ همشي كده طبعا، ده كفرد في كل التيست كيسز، همشي كده واي اكبر من التلاته يعني همشي هنا اهو، وهعدي برضه على نفس الايدجز دي، بس هنا المره دي اعدي على الايدج ده لان الواي ب 20، وهعدي كده اهو. يبقى انا كده بالاتنين تيست كيسز دول انا قدرت اغطي كل الايدجز. خلاص يبقى انا في النهايه الجزء بتاع اي اي ده تبقى نفس الانسر. خلاص فانا عشان كده اخترت هنا اهو، لما جيت لقيت الاوبشن بتاع ان الواي اكبر من التلاتة او الواي اصغر من التلاتة، انا قلت وانا بختار رقم اصغر من التلاتة اخليه اصغر من الواحد بالمرة علشان اخد الباص اللي بالاحمر ده، لان انا عارف ان الواي اكبر من الواحد دي اوريدي هتتاخد مع الواي اكبر من التلاتة، يعني الواي اكبر من التلاتة دي اجباري هتعديني على ان الواي اكبر من الواحد، يبقى وانا بختار حاجة اصغر من التلاتة اتاكد ان هي اصغر من الواحد بالمره عشان اعدي على الباص اللي بالاحمر. خلاص
ده مهم علشان نوصل للمينيمال تيست كيسز. طيب لحد هنا تمام ولا ايه؟ كده احنا ناقص التريبل لاين اللي هو بقى الباص كفرج، انا عايز اكفر كل الباصز ممكن. هات لي اقل عدد من التست كيسز ان احنا نكفر بيه كل الباصز. فانا هنا بص ممكن هنا ارجع للتري اللي انا عملته، هنا اوريدي حددت ايه هي الباصز اللي ممكن اعمل لها كفر، ان احنا شلنا الانفيزبل. فلاقي هنا عندي اهو 1 2 3، تلاقي عندي هنا اهو 7 4 و3 تحت، 3 هنا و4 فوق، يبقى انا هنا عندي 7 باصز ب7 تيست كيسز. اصل انا هنا في الباص كفرج انا عايز اكفر كل الكومبينيشنز الممكنه، طبعا باستثناء الانفيزبل دول عمرهم ما يبقوا كفر. خلاص فهنعملها بنفس الطريقه بالظبط، عايز تيست كيس اللي هي دي بس نعلم عليها باللون البني ده. بص عايز تيست كيس يبقى فيها الاكس تبقى الواي ب 20 واكبر من الواحد واكبر من اللي هي 20 يعني، وان الاكس اكبر من الزيرو. خلاص يبقى انا هنا في اختيار التست كيس اللي هتعمل كفر الباص ده اختار اكس اكبر من الزيرو يعني 1 مثلا، وفي نفس الوقت تساوي ال 20. طبعا بما ان الزد هي في الاخر انا محتاج احطها جوه الكيس يعني، بس انت حطها باي رقم، احنا قلنا الزد مش بتاثر انت هتمشي في انه باص، فانت في اي تيست كيس بقى من اللي احنا هنعملهم دول تعمل علامه صح قوي يعني، حط اي فاليو مش هتفرق في حاجه. بس نفس الكلام هنا، هنا عايز حاجه اكبر من الواحد في التيست كيس دي، عايز تيست كيس تكفر الباص ده برضه اكس اكبر من الزيرو والواي اكبر من الثلاثة واكبر من الواحد بس مش 20. اختار ايه؟ اختار اي حاجة تحقق الشرط ده، اكبر من ثلاثة واكبر من الواحد بس مش 20، 5 مثلا، والزد اي حاجة راندوم. تمام نفس الكلام هنا برضه، خلاص اي باص فيزابل لازم اجيب له تيست كيس تعمل له كفر اللي هو الباص ده انا بتكلم عليه دلوقتي، من الاكس اكبر من الزيرو اختارها بواحد مثلا، واي اصغر من او تساوي التلاتة واصغر من الواحد ومش 20، يبقى عايز حاجة اصغر من الواحد واصغر من التلاتة ومش 20. خلاص فاختار بقى ايه اي حاجة، اختار زيرو مثلا. بعدين هنا بقى اللي هو الفوز ده علامة الصح اللي عليها الدور، إن أنا هنا عايز الإكس أكبر من الزيرو، دايما قلنا بنخليها واحد علشان بحيث إن أنا أمشي في الباص بتاعي أمشي لفة جوه اللوب وبعد كده إيه أطلع بره يعني، إكس واحد والواي تبقى أصغر من التلاتة وأكبر من الواحد، أصغر من أكبر من الواحد وأصغر من التلاتة يعني حاجة ما بينهم يعني، اختار الواي باتنين. طبعا هي نوت ايكوال 20 يعني، طبعا ما دام ما بين الواحد والثلاثة يبقى هي اكيد اصلا نوت ايكوال 20. دي 2 اهي، والزد اي حاجة. طيب نفس الكلام هنا اهو برضو، هلاقي عندي ان عايز حاجة فيها الاكس اصغر من الزيرو والواي اصغر من الواحد والواي نوت ايكوال 20، فلاقي هنا اكس سمولر ذان اور ايكوال زيرو ماشي اختار زيرو مثلا، والواي عايزها تبقى اصغر من الواحد ومش 20 يعني مثلا زيرو برضه، والزد اي حاجة. طيب هنا عايز برضه هنا نفس الكلام، كل الاكسات اللي هنا في البرانش ده كلها اوريدي ممكن اختارها زيرو، انا كده كده لازم ايه اكس تبقى سمولر ذان اور ايكوال زيرو. طيب اختياري هنا بقى عايزها تبقى أكبر من الواحد وبتساوي 20 اللي هي 20 يعني. طيب وهنا أكبر من الواحد ومش 20 اختار ايه أي حاجة، 5 مثلا.
والزد ادي كده، دي اقل حاجه ممكن اعملها عشان اكفر كل الباص اللي هم السبعه تيست كيسز دول. طبعا بتحطها له في ست، يعني تعمل الست، انت كده حاطط الحاجه في ست وكوما بين الايتمز اللي في الست، بس دي سيت اوف تيست كيسز يعني. فكده تمام الجزء ده. طيب نرجع بقى للسلايدز. ادي اهو هنا، دي الفاينل انسر يعني، وده هنا البرانشز اللي احنا عملناها على البنت، يعني هي نفس البرانش خلاص. او يعني ممكن نرسم التري بالمنظر ده، يعني ارسم التري باي طريقه تعجبك. هي في النهايه انت بتحط كل الكومباينيشنز الممكنه اللي ممكن توصل لها على جراف بالمنظر ده عشان ما فيش احتمال يتساب يعني. تمام، حد هنا في مشكله؟ طيب ده كده المفروض الجزء بتاع التستنج خلاص. اوكي كده بس ناخد الاتندنس. داونلود بس الاتندنس، يبقى كده خلاص. اوكي تمام كده ماشي، شكرا.